قال الزمخشري: دخل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوما على يزيد بن معاوية، فجعل يزيد يفتخر ويقول: نحن ونحن، ولنا من الفخر كذا، ولنا من الشرف كذا. والحسين ساكت. ثم أذن المؤذن، فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال الحسين: يا يزيد، جد من هذا؟ فخجل يزيد ولم يرد جوابا. وفي ذلك يقول علي بن محمد بن جعفر بن أبي طالب: لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي، فلما تنازعنا الفخار قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع. ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت من كل جامع.